السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم طريق نجاح. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير، أهلي ديالكم بخير وعلى خير إن شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد، تشكركم على التشجيع ديالكم في الفيديوهات السابقة ولي كومونتيغ زوينين، هادشي تزيدني غير حماس وتشجيع باش تجيكم فيديوهات إن شاء الله في المستقبل. اليوم إن شاء الله جيتكم فيديو جديد بالنسبة للبروغرام ديال بيلوت ديميغراسيون كندا أتلانتيك. ديجا تكلمت عليه، غادي نتكلم عليه لأنه كاين دوطخ كخيتار جداد. دونك بالنسبه اليوم غادي نشرح لكم هذا البروغرام. علاش هذا البروغرام بارابور اكسبريس انتري؟ هذا البروغرام مختص غير بالنسبه للاتلانتيك، يعني لي كاتر بروفانس ولا تيريتوار اللي كاينين في الاتلانتيك، دونك اربعه مقاطعات دونك هما اللي كاينين. دونك نتكلم عليهم او ميم طون علاش لافونتاج ديال هذا البروغرام بارابور اكسبريس انتري. اول حاجه ما تطلبش يعني سكور عالي في النيفو ديال اللغه، ما تطلبش دي ديبلوم يونيفرسيتير كبار، وما تطلبش يعني واحد الكونت اللي يكون عامر بالفلوس، واحد لو مونطون اللي هو تيكون ادميسيب بالنسبه لاكسبريس انتري. هذا تيكون 3 فوا موان شير كو اكسبريس انتري. دونك خليكم معايا حتى الاخر ديال لا فيديو، غادي نشرح لكم ان شاء الله بديتاي. مرحبا بكم. مرحبا بكم خوت. دونك كما قلت لكم البرنامج هذا ساهل وفي في 3 اوبسيون، يعني الاوبسيون اللي نشرح لكم اليوم بالنسبه للبروغرام دي ترافايور كاليفي انترميديير بالنسبه لهاد كندا اتلانتيك. سان بروغرام بيلوت بالنسبه لكندا اتلانتيك، يعني كاين واحد 4 المقاطعات في يعني في كيبيك في كندا. دونك غادي مديرين هاد البروغرام هذا باش يجيبوا الناس عن طريق 3 اوبسيون، بالنسبه لسوا الناس اللي قراو ديجا عندهم، الناس لي ديبلومي اترونجي دو كندا في الاتلانتيك، او الناس اللي ترافايو اوتمون كاليفي في كندا اتلانتيك، او هذا هو اللي غنشرح لكم اليوم اللي هو سهل ويعني في المتناول ديال الجميع، اللي هو البروغرام دي ترافايو كاليفي انترميديا دو كندا اتلانتيك. دونك الا كنتي اول مره تشوف لا فيديو، اول مره تشوف لنا القناه، حاول تابونا باش دائما يوصلك الجديد ان شاء الله. الا كنتي دائما من متابعي القناه فدائما مرحبا بك، صوروني ذلك وخلينا واحد الكومونتير واحد اللايك الى عجبك لا فيديو كالعاده، وشكرا لكم. دونك على بركه الله، بالنسبه لهذا البروغرام، بالنسبه للكريتير ديال هذا لوبسيون 3 لي بروغرام دي ترافايور كاليفي انترميديير دو كندا اتلانتيك، ما تتاخذش كما قلت لكم بزاف ديال ما تتصعبش الامور. اول حاجه خص يكون عندك واحد اكسبيريونس ديال عام سنه في هذاك الدومين اللي هما باغين تقريبا مينيموم ديال ديتيد سكوندير كندية او ليكيفالون، صافي دير لي زيتيد سكوندير هما يعني الثانوية، يعني باكالوريا ديال السيستم الفرنسي. دونك لي تيست دو لونغ يعني واحد فيهم فرنسية او انجليزية، طالبين تقريبا نيفو 4 مينيموم، يعني نيفو 4 يعني ماشي صعيب باش واحد يجيبو، يعني خص تكون غير تتكومينيكي شوية غادي تقدر تجيبو ان شاء الله. بالنسبة لي كيما قلت لكم لي بوزوان فينونسيي تقريبا شي 3 فوا موان شير كو لو اكسبريس رونتري، دونك ما تطلبش بزاف باش تبلوكي الفلوس والمسائل. دونك تقريبا هادو هما لي كريتير، يعني ما طالبينش بزاف. بالنسبه لا سول شوز لي خصك تجيب هنا في هذا البروغرام هذا هو خصك تقلب على اون اوفر دومبلوا في هاد المقاطعات الاربعه. كيفاش تقلب على هاد لي اوفر دومبلوا؟ انا نشرحهم لك دابا توت سويت. دونك عقلوا على هذا البرنامج، الناس اللي باقيين جداد اللي باقيين ما عارفينش البرامج ديال كندا، كاين اكسبريس انتري، كاين بزاف ديال البرامج اللي تقدر تجي بهم وتهاجر بهم عن طريق كندا او عقود عمل او عن طريق الدراسه. هذا البرنامج سميتو بروغرام بيلوت ديميغراسيون او كندا اتلانتيك. انا نخليكم الرابط ديال هذا ديال باش الا بغيتو تسجلوا فيه من بعد ان شاء الله، نخليكم في صندوق الوصف. دونك بريزونتي اون دوموند دو ريزيدونس بيرمانونت، هنا كومون اوبتونير ان اوفر دومبلوا. زعما الا بغيتو تقراو هاد المجموعه ديال المعلومات لي كريتير دادميسيبيليتي هما اللي شرحت لكم دابا. دونك تقريبا هذا هو لاباج ديال هاد البروغرام هذا بالنسبه لكندا بوان سي ا. دونك كيفاش تقلبوا على عقود عمل؟ دونك بالنسبه لعقود عمل ندخلوا مقاطعه مقاطعه وغادي نوريكم الشركات لي ديزيني، يعني لي زونتربريز ديزيني، باش تقدروا تصيفطوا السي في تاعكم وعلى الله وعسى في الدومين يكون في الدومين ديالكم ويقبلوكم، لانهم سو سون دي زونتربريز لي ديجا اوتوريزي باش يجيبوا الناس من على برا. سو سون دي زونتربريز ديزيني وعندهم لابيتود يجيبوا دي زيترونجي من على برا، يعني خارج كندا. دونك الاولى اللي غنشوفوا ديال تيرنوف اي لابرادور، باش غير نعاود نرجع بالنسبه للناس اللي ما عارفينش هاد المقاطعات، سمحوا لي دونك ما هضرش عليهم. دونك كاين دي برانس ادوار، كاين نوفو برانزويك، كاين نوفيل ايكوس، وكاين تيرنوف اي لابرادور. هادو هما اربعه مقاطعات. انا ندخل لكم الاولى باش نوريكم يعني كيفاش تقلبوا على ان امبلويور، واحد المشغل. بالنسبه للرابط
يعني كالعادة غادي نخلي لكم صندوق الوصف باش ديريكتومون تمشيو وتشوفوا يعني لي زومبلويور ديزيني كيما تتقراو هنايا بور لو بروغرام بيلوت ديميغراسيون، هما كاتبينها. دونك هاد لاباج هادي غتخليكم تشوفوا كاع لي زونتربريز، مثلا لو كونساي سكولير فرانكوفون بروفانسيال دو تيرنو في لابرادور، عندك تقريبا كاع الشركات تلقاو هنا، لوتيل نور، لوتيل دي زوتيل، المهم عندك 40 باج تقريبا، قلب على كل وحده اشنو تيديروا، يعني باش تدخل وتشوف اشنو تيديروا. مثلا تقدر تشوف مثلا شي شركه يوغورت لابرادور، دونك نقدر مثلا كليكي على هادي تقول لي لومبلاسمون فين جات، دونك نقدر نقلب على تو سويت، ندير مثلا واحد يمتيت غوشيرش نشوف مثلا في كونسي سكولار، مثلا نشوف هادي ندير لها فوالا كوبي كولي ونمشي لجوجل ونقلب عليها. دونك كونسي سكولار دو تيرنو لابرادور هي هادي، دونك غادي نمشي لاباج ديالهم وغادي نحاول نقلب على كارير اون با ولا هذا تكون سيغمون اون با. Conseil à propos équipe communication nous contacter accès employé les offres d'emploi, voilà les carrières et emplois. Donc là il est fort, donc pour les emplois à Mamahedo, deux postes, quatre postes les enseignements, deux postes disponibles n'est-ce pas les postes de soutien, il n'y a aucun poste. Donc la liste des postes alors, ça change à chaque fois, donc tu peux faire le moment où tu cherches les 4 2 tu peux faire les adoudas. Donc بالنسبة للبوست دي زانسينيمون ما بغي 4، بالنسبة للاساسي دو بوست ديسپونيبل، بالنسبة للسوتيان يعني بيداغوجي وداكشي. دونك هذه الطريقة كيفاش تقلب على عقد عمل بالمجان عن طريق الشركة ديريكتومون، ما محتاج لا بيرو لا حتى شي حاجة. دونك كما قلت لكم هذه تقريبا يعني كا اكزامبل، تقدر دير لا ميم شوز لهاد الشركات كاملين اللي كاينين هنايا، ادخل باج باج سي دو لا ريشيرش بيان سور، المهم قلب وحدة وحدة حتى تلقى مثلا، دونك حتى نلقى مثلا يعني لو ليان ديالها في جوجل فوالا نقلب عليها. دونك تقلب عليها وحده بوحده ومن بعد تشوف لي زوفر دومبلوا ديال شاك انتربريز. دونك هادي بالنسبه لتيرنوف الى برادور. ثاني حاجه نشوفو مثلا ايل دو برانس ادوار، دونك ها هما لا ليست دي زومبلوايور ديزيني بور البروغرام ديال بيلوت ديال اتلانتيك. دونك ها هما الشركات كاملين هنايا كيما تيبان لكم لا ليست طويله هنايا، فوالا غدير كوبي كولي وتقلب على الشركة في جوجل وغادي يعطيك هادشي لي زوفر دومبلوا ديال كل شركة في هادو، غتمشي لوفر دومبلوا غتقلب عليها. دونك هادي من جهة أخرى. كاين الطريقة الأخرى يعني لا بروفانس أو تيريتوار الآخر، بالنسبة ل نوفو برانزويك، دونك فوالا دونك هادي هي لا ليست دي زوفر دومبلوا لي هما لي زومبلوايور اللي كاينين هنايا. دونك هاد الشركات كاملين هنايا هما كاينين هنا، اتلانتيك، اتلانتيك ويندوز، اتلانتيك ستار يونيفورم، تقريبا شوف راه بريسك 22 باج ديال الشركات، يعني غتقلب على هذيك اللي مثلا في الدومين ديالك، يعني سوا لا كويزين سوا ميكانيك سوا اساسيدا سوا يعني دي ميدسان دي اركيتكت بيتزا يعني لا سودور، غتقلب شوف لو يعني تقريبا غالبية الأمر تتكون اسم الشركة راه تعطيك واحد التقدير اش من مثلا بيتزا، راه تتعرف بأن بيتزا يعني شركة ديال لاكويزين وداكشي، يعني تكون فيها دي بوست ديال لاكويزين، يعني من لو نو ريستورون فوالا ريزيدونس دي بيرسون زاجي مثلا بور لي زافيرمي. دونك فهمتي يعني من اسم الشركة باش ما تضيعش وقتك. لا سيكوريتي بالنسبة لهادي سون غير سيكوريتي، دونك دونك قلبوا بشوية بشوية وخذوا وقتكم، وكل مرة دوزتي واحد الشركة ما كانش عندها الدومين ديالك كوشي بأن راه ماشي في الدومين ديالك باش ما تقلبش على مرة أخرى، ديما كوشي كوشي. وآخر باج دونك بالنسبة لنوفا سكوتيا، دونك هي لا ليست دي زومبلوايور تاعي اونتاريو كاين هنايا في نوفا سكوتيا، دونك كاع هادو الشركات 37 باج ديال الشركات، هادو سو سون دي زومبلوايور ديزيني. دونك حاولوا تقلبوا فيهم واحد بواحد واحد بواحد، جو سي كو سي بوكو مي الا بغيتي نعسل خصك تصبر قريت النهار ياك، متفقين؟ دونك قلبوا وحده بوحده وصبروا، وليسونسييل هو السي في يكون مزيان، يكون مزيان مدروس يعني مزيان،
الطريقه الكنديه، ما نخافش عليكم، راه ديجا درت فيديو خاص بالنسبه لكم ريديجي ان سي في كنديا. دونك حاولوا تصايبوا سي في كنديا مزيان. عندكم دي كيسيون مرحبا بكم في الانستغرام طريق نجاح كندا. دونك سي في لي كريتير دادميسيبيليتي راهم شرحتهم لكم. عندك جوج حوايج بالنسبه للو تيست، حاول لا قدرتي تدوزو من دابا من الاحسن تجيب نيفو 4 باش قبل ما تبوستيلي، ولا تبوستيلي ماشي مشكل، مي حاول تبريباري على افونس. وعندك لا ديك بالنسبه ليكيفالونس دي ديبلوم، حاول حتى هي ديرها، يعني كاين لورغانيزم ويز، حاول دير لا دوموند بالنسبه ليكيفالونس دي ديبلوم، لان ما مطلوباش، ما تطلبوش دي ديبلوم يونيفرسيتير، مي او موان عندك مثلا ديبلوم باك بلس 1 باك بلس 2، ولا عندك ما عندكش كاع باك، ما عندك مثلا عندي ديبلوم ديال لا ميكانيك فلو في بي بي تي شي فورماسيون مثلا بروفيسيونيل في لا ميكانيك في لا سوديو في لا كويزين، تي بو فير هذيك ليكيفالونس او موا تحطها في سي مع السي في تاعك باش تعرفوا بان راه عندك ليكيفالونس ديال هذاك الدبلوم كندي. ولو تيست اذا كان عندك من الاحسن حتى هو، لانه صاعد بالنسبه للامبلويير تيقول هذا راه ديجا بخي، لو دوسي تاعو راه الي ديجا بخي، تيكون ساهل باش يجاوبوا معاك. دونك تقريبا هادو هما لي زانفورماسيون لي تري امبورطون تي خصني نبارطاجي معاكم. كاع الروابط اللي شرحت في لا فيديو غتلقاهم في صندوق الوصف. نتمنى لكم واحد الموفق كاملين ان شاء الله. مرحبا بكم في الانستغرام طريق نجاح كندا، وخلي لكم دائما الجديد، وان شاء الله ربي يوفق الجميع. السلام عليكم.